واحد البنت من الهند فاقت مع 8 ديال الصباح كيف ما ديما باش توجد راسها وتمشي لخدمتها. فعلا داكشي اللي دارت، من بعد ما وجدات هزات الصاك ديالها وخرجت من الباب ديال الدار باش تمشي للمحطه ديال الطرام، تشد من تما الطرام وتمشي نيشان للخدمه. في العشيه فاش كان خاصها ترجع للدار ما رجعاتش، واخا عائلتها حاولوا يتواصلوا معها ما قدروش، واخا قلبوا عليها ما لقاوهاش، وفي الاخر قرروا انهم يدخلوا البوليس في هذه القضيه ويقلبوا ليهم هما على بنتهم. القصه ديال اليوم الابطال ديال لها الخبت والغيرة والقلب الكحل. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. الناس جداد لأول مرة كيجيو لهاد القناة، إلا كنتم من عشاق القصص الواقعية فهاد القناة دارت ليكم. كنحط 3 ديال الفيديوهات في السيمانة كل اثنين وخميس وسبت. إلا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبطبيعة الحال ما تنساوليش زي الإعجاب. ودابا إلا كنتم مستعدين يلا نبداو. القصة ديال اليوم غادي تدينا للهند وبالضبط لمومباي. تما وفي 2018 كانت كتعيش واحد البنت سميتها كورتي فياس وفي عمرها 28 عام. كورتي ما كانتش مزوجة، كانت كتعيش مع عائلتها في واحد الشقة كبيرة جاية في إقامة في السنتر ديال مومباي. من بعد ما تخرجت دبرت على خدمة كماناجر في قسم المالية ديال واحد الصالون كبير ومعروف ديال التجميل كاين تما. كورتي كانت بنت داخلة سوق راسها وعندها نيشان، ما كتعرفش المعنى ديال التخرويض والغش، وكانت عزيزة عليها خدمتها بزاف. في 16 مارس 2018 وبالضبط مع 8 ديال الصباح كورتي فاقت باش توجد راسها وتمشي للخدمه ديالها. كيف ما قلت لكم قبيله كتمشي للمحطه ديال الترام، كتشد الترام وهو اللي كيوصلها للبلاصه فين كتخدم. فعلا خرجت من الدار مع 9 ديال الصباح وصافي مشات. مع ديك جوايه 11 ديال الصباح صونت عليها امها باش تسولها على الكود ديال الويفي، ولكن لقات التليفون ديالها مطفي. عاودت صونت عليها شحال من مره ولكن بدون فايده، التليفون ديالها باقي مطفي. الام بطبيعه الحال مادات ما جابت مع راسها يمكن كورتي عندها بزاف ديال الخدمه، على داكشي طفات التليفون ديالها باش تركز اكثر على خدمتها. وصلت العشيه وبالضبط الوقت اللي نورمالمون كورتي كترجع فيه للدار. مالين الدار ديالها كلهم كانوا مجموعين وكيتسناوها غير هي باش تجي باش يتعشاو كاملين، ولكن الوقت كيدوز وما رجعاتش. امها ما تخلعتش ديك الساعه وما فكرتش في شي حاجه خايبه، قالت بنتي غتكون غير غارقه بزاف في الخدمه وغير غادي تسالي غادي ترجع بحالها للدار. بالحق قالت خلي نصوني للبيرو ديالها اللي كاين في الخدمه ونسولها، الا كانت قريبه تجي نتسناوها العشاء، الا كانت مازال غادي تعطل صافي نتعشاو حنا ونخليو ليها حقها. فعلا هزات التليفون وبدات كتصوني على الفيكس اللي كاين في البيرو ديال كورتي. ومن بعد شويه وهي كتصوني جاوبتها شي بنت، بالحق ماشي بنتها، شي بنت اخرى. غير جاوبتها الام ديال كورتي، طلبت منها باش تكلم ليها بنتها تهضر معاها، ولكن داك البنت قالت ليها كورتي اصلا ما جاتش للخدمه هذا النهار، وحنا براسنا يلا بغينا نصونيو عليها باش نقولوا ليها علاش ما جاتش وباش نطمنوا عليها ونشوف واش راها لاباس او لا واش مريضه. هنا الام ديال كورتي بدات كتخلع بزاف، حيت كانت عارفه ان بنتها مستحيل تغيب على الخدمه ديالها غير هكاك بدون سبب، ومستحيل تمشي لشي بلاصه بلا ما تقولها لامها. بدات كتصوني على الاصدقاء ديالها، على الناس ديال العائله، على اي واحد كيعرفها باش تسولهم ياك ما شافوها في داك النهار. بالحق حتى شي واحد ما شافها. صافي هنا الام فشلوا ليها ركبيها بالخلعه وقالتها لمالين الدار، قالت لهم البنت ما عرفتش فينا هي، وحتى هما تخلعوا بزاف. بداو مالين الدار كل واحد فيهم كيطمن الاخر وكيقولوا ان البنت غادي تكون لاباس في شي بلاصه وما غيكون طاري ليها والو. داك الليله ما مشاوش للبوليس، جلسوا في الدار كيتسناوها الليل كامل وكانوا كيقولوا انها في اي لحظه غادي تقدر تدخل للدار. بالحق ما جاتش، ولا غد ليه في الصباح بكري غير طلعت الشمس مشاو كيجريو لمقر الشرطه باش يعلموا بالاختفاء ديال بنتهم كورتي. البوليس مباشره بداو التحقيقات ديالهم، واول حاجه داروها مشاو للمكتب فين كتخدم باش يستجوبوا الناس اللي خدامين معاها ويسولوهم عليها. من بعد ما استجوبوا الناس كاملين اللي كاينين تما حتى شي واحد ما شافها في داك النهار من غير جوج ديال الناس واللي هما سيد هشام هانكار وكوتشي سهجواني. هاد جوج قالوا للبوليس انه في داك النهار كانوا راكبين بجوج في الطوموبيل ديال كوشي، وفاش كانوا غاديين في الطريق بانت لهم كورتي من البعيد كتمشى على رجليها، وقالوا لهم مشينا عندها وقلنا ليها احنا غاديين للخدمه، هاجي طلعي معانا ونوصلك حتى انت معانا للخدمه. ولكن هي ما بغاتش، قالت لهم خاصني ضروري نمشي للمحطه ديال الترام حيت غنتلاقى تما مع شي واحد. قالوا ليها ماشي مشكل غير طلعي وحنا غنوصلوك للمحطه وديك الساعه حنا غنكملوا طريقنا للخدمه. صافي قالوا لهم في الاخر وصلنا للمحطه وحطيناها تما وصافي حنا كملنا طريقنا للخدمه. البوليس بغاو يتاكدوا واش هاد الهضره اللي كيقولوا صحيحه او لا غير كيكذبوا. باش يتاكدوا من هاد الهضره اللي قالوا مشاو جهه الدار اللي كتسكن فيها كورتي وقلبوا على كاميرات المراقبه
اللي كاينين تما وجبدوا التسجيلات ديالهم. وفي الاخر لقاو ان فعلا في داك النهار كورتي مع 9 ديال الصباح خرجت من دارها وبانت في الكاميرا غاديه لشي بلاصه، وفي كاميرا اخرى بانت طالعه في الطوموبيل ديالها جوج الاصدقاء ديالها اللي قالوا ليها طلعي معنا نوصلوك للخدمه، وهي قالت لهم لا وصلوني غير المحطه حيت غنتلاقى تما مع شي حد. صافي المحققين شافوا غير هاد التسجيلات ديال الكاميرا، ما شافوهاش من بعد ما طلعت معاهم فين داوها اولا فين حطوها. البوليس جابوا هاد جوج الاستجواب بصفتهم اخر وحدين شافوها وطلبوا منهم يعطيوهم كاع المعلومات بالتفصيل على شنو وقع داك النهار وشنو قالت لهم كورتي باش ياك ما يعاونوهم في التحقيق. وبطبيعه الحال قالوا كلشي داكشي اللي عارفينه. سولوهم عاوتاني واش ما هضرتش ليكم على داك الشخص اللي كانت غادي تلاقى معاه في المحطه، حيت غالبا داك الشخص هو اللي عنده علاقه بالاختفاء ديالها. قالوا لهم لا ما قالت لينا والو، حنا غير حطيناها وصافي كملت الطريقه وحنا كملنا طريقنا، حيت كلشي وتام هانكار كانوا اخر وحدين شافوا كورتي قبل ما تختفى، فالبوليس شكوا فيهم حتى هما تكون عندهم شي علاقه بهذا الاختفاء ديالها. ولكن من بعد ايام ديال التحقيقات لقوا انهم بارئين وما عندهم حتى شي دخل في هذا الشيء. هما بالعكس فوق ما كان عندهم الوقت كيجيو لمقر الشرطه باش يشوفوا التحقيقات فين واصلين وباش يعاونوا الى لقاو ما يعاونوا. ومن غير هذا الشيء كانوا طبعوا بزاف ديال الاعلانات ديال الاختفاء كورتي وعلقوهم في كاع البلايص ونشروهم حتى في الفيسبوك والتويتر، زعما الا شافها شي حد يعلم البوليس. دابا الناس اللي كانوا شاكين فيهم انهم هما اللي غادي يكونوا داروها او اللي عندهم علاقه بالاختفاء ديالها طلعوا بارئين، اذا شكون هو المجرم؟ قلت لكم قبيله باللي البوليس شافوا غير التسجيلات ديال الكاميرا اللي بانت فيها كورتي خارجه من الدار وركبت مع الاصدقاء ديالها، وما شافوش فين مشات او لا شنو دارت من بعد. من بعد ما كاع الطرقان تسدوا في الوجه ديال البوليس وما عرفوش كيفاش يحلوا هذه القضيه، عاد ديك الساعه تفكروا الكاميرات المراقبه اللي كاينين في المحطه اللي حطوها فيها فاش مشات. مشاو جبدوا كاع التسجيلات ديال الكاميرات اللي كاينين على برا والداخل باش ياك ما يشوفوا او لا تكون شي وحده فيهم شدات داك السيد اللي تلاقات مع تما. ولكن واخا شافوهم وعاودوا شافوهم العشرات ديال المرات ما بانت لهم شي كاع كورتي كدور في ديك المحطه، فكيفاش الاصدقاء ديالها قالوا انهم وصلوها لتما ودابا ما بيناش بمره في الكاميرات لا هي ولا هما ولا الطوموبيل ديالهم ولا حتى داك الشخص اللي قالوا انها غادي تلاقى معاه؟ عيطوا لهم عاوتاني الاستجواب وراوهم التسجيلات ديال الكاميرات وقالوا لهم راه حنا شفنا هاد التسجيلات العشرات ديال المرات وكورتي ما كانتش في المحطه. غير شافوا هاد الشيء بداو كيتفتفوا وقالوا لهم اه حقا راه نسينا ما قلنا لكمش باللي هي فعلا قالت لينا وصلوني للمحطه، وفي الطريق قبل ما نوصلوا لديك المحطه قالت لهم هبطوني غير في الطريق نقضي شي غرض وعاد ديك الساعه من بعد نمشي لتما. هنا البولي حطوا هاد جوج فراسهم حيت كل مره كيقولوا هضره، ومن ديك الساعه بقاو مراقبينهم فين ما مشاو وشنو ما داروا، وحتى التليفونات ديالهم كانوا مراقبين. بالحق ما داروا ما قالوا حتى شي حاجه اللي تخلي البوليس يشكوا فيهم. داز 50 يوم كامله وكورتي باقه مختفيه ومازال ما بان ليها اثار، والبوليس ما خلاو حتى شي قنت ما قلبوا فيه عليها والو. ولكن من بعد 50 يوم خرجوا شي نتائج ديال شي حاجه دارتها الشرطه العلميه، وهاد النتائج نتائج اكدوا او لبينوا الشرطة اشنو بالضبط اللي طرى لكورتي. نرجعوا شويه اللور للوقت اللي البوليس قلبوا فيه التسجيلات ديال الكاميرات اللي كاينين في المحطه وما لقاوش كاع كورتي باينه فيهم. ديك الساعه كما قلت لكم قبيله عرفوا ان الاصدقاء ديالها كيكذبوا وضروري غادي تكون عندهم علاقه بالاختفاء ديالها. في داك الوقت خداو الطوموبيل ديال كوشي واللي هي الطوموبيل اللي ركبوا فيها كورتي داك النهار، وداروا ليها فحص دقيق واش يلقاو لداخل شي حاجه اللي كتبين على شنو وقع الكورتي فيها، وما خرجوش بيديهم خاويين. في ديك الطوموبيل لقاو واحد طبعه صغيره ديال الدم، وفاش داروا ليها التحليل ديال الدي ان اي وقارنوها مع الدم ديال الوالدين ديال كورتي لقاو ان داك الدم فعلا ديال كورتي. اذا البنت وقعت ليها شي حاجه خايبه في ديك الطوموبيل. عاوتاني مشاو نيشان شدو كلشي وطام هانكار وجابوهم للتحقيق، ولكن هاد المره ما تساهلوش معاهم وانما استجوبوهم بالضغط باش يعترفوا. في الاول ما بغاو يقولوا حتى شي حاجه، كيقولوا نفس القصه، اه طلعت معنا كورتي في الطوموبيل وقالت لينا وصلوني للمحطه وفي الطريق قالت لينا هبطوني ومن ما عرفنا ما شفنا عليها حتى شي حاجه. في الاخر قالوا ليهم بلا ما تكذبوا راه حنا لقينا واحد البقعه ديال الدم صغيره في الطوموبيل ديالكم، وفاش درنا التحليل داك الدم لقيناه ديال كورتي، شنو كتقولوا في هذا الشيء؟ وهنا ضربوا الطم وما عرفوا ما يقولوا وبداو كيتلونوا. بقاو غير ساكتين وحانيين راسهم وصافي عرفوا انهم تفرشوا وما يمكنش يزيدوا يكذبوا ويعقدوا الامور كثر. وديك الساعه بداو كيعاودوا الجريمه البشعه اللي داروا في حق ديك البنت مسكينه. قلت لكم قبيله باللي كورتي كانت خدامه في قسم الماليه ديال شي صالون
كبير ديال التجميل، يعني الفلوس كاملين كيدوزوا على يديها، هي اللي كتشوف شحال دخل الصالون وشحال خسر، وهي اللي كدوز لي سالير للناس اللي خدامين تما الى اخره. كورتي كانت هي المناجر، ومن تحت منها كانت خدامه عاد كوشي اللي في عمرها 42 عام، وهذاك طام هانكار اللي كانت في عمره ديك الساعه 29 عام. يعني كورتي كانت هي الشيف ديالهم، مع العلم انها كانت باقه صغيره عليهم وجديده في الخدمه وهما لا، خصوصا كوشي اللي مده وهي خدامه تما وما قدرتش تاخذ المنصب ديال المناجر اللي خداته كورتي. هذا الشيء بطبيعه الحال زرع الشعور ديال الغيره والحسد في القلوب ديالهم، ولاو كيشوفوها كعدو واخا هي ما دارت لهم والو. واللي زاد الطين بله هاد خونا كان كيغش في الخدمه ديالو بزاف وكيتعطل ما كيجيش في الوقت وما كيديرش خدمته كيف ما خاصها تكون. كورتي كيف ما قلت لكم قبيله عندها نيشان وخدمتها خاصها تكون مقاده، وحيت هي اللي كانت كتعطي الاوامر والخدمه لهاد طام هانكار وما كيديرهاش كان كيطلع ليها الدم بزاف. وغير شهر قبل ما تختفى كانت هضرات معاه وقالتها ليه، قالت لي هي اما تقد خدمتك كيف ما خاصها تكون اولا غادي نهضر مع الباترون يجري عليك. واخا قالت لي هاد الهضره اللي ضراتو في خاطرو بزاف، واخا هكا كاع ما بين لي هادكشي اللي عنده لداخل، قال لي كوني هانيه كان واعدك خدمتي غنقدها. من تما مشى قالها لديك كوشي، قال لي شنو قالت لي المناجر راه باغا تجري عليا. كوشي كانت ديجا مزوجه ولكن في نفس الوقت كانت دايره علاقه مع طام هانكار وكانوا كيعيشوا قصه حب غير في الخدمه، وحتى شي حد ما عاق بيهم. وفاش قال ليها هاد الشيء خافت لحب قلبها يجريو عليه من الخدمه وصافي ما غاديش تبقى تشوفه. والنيت حتى هي ما كانتش كتحمل كورتي وكانت كتغير منها بزاف. صافي تما بدات كتعمر داك السيد وقالت ليه اشنو كتحسب على راسها باش تجري عليك، خاصنا ضروري ننتقموا منها. ومن ديك اللحظه بداو كيرسموا الخطه اللي غادي يديروا باش يصفيوا على هاد البنت مسكينه وهي كاع ما على بالها. ركبوا بجوج بهم في الطوموبيل ومشاو للحي اللي كتسكن فيه كورتي ووقفوا تما كيتسناوها. غير شافوها داروا راسهم غير دايزين حداها وزعما غير بالصدفه شافوها. المهم كوشي عيطت ليها من الطوموبيل وقالت ليها كنا غير دايزين من هنا وشفنا كتمشاي، طلعي معنا في الطوموبيل نوصلك معنا للخدمه، رحنا غاديين. كورتي في الاول ما حستش براسها مرتاحه تطلع معاهم، كانت متردده، ولكن في الاخر وللاسف طلعت معاهم. في الطريق ما مشاوش مع الطريق اللي نورمالمون كيمشيو معاه للخدمه، وانما خرجوا شويه على المدينه. كورتي قالت لهم واش غلطتوا في الطريق، راه ماشي من هنا خاصنا ندوزو. قالوا ليها رحنا غادي نمشيو على برا ديال المدينه باش نوصلوا دغيا حيت رحنا معطلين شويه. كوشي دارت عندها وقالت ليها علاش بغيتي تجري على طام هانكار. كورتي جاوبتها وقالت ليها هذا الشيء ما غاديش نتناقشوا عليه هنا، حتى نمشيو للبيرو ونتناقشوا تما. ولكن هي ما سكتاتش، بدات كتعايرها وكتسبها وداكشي كلشي اللي كان عندها في قلبها خرجاته. وفي لحظه طام هانكار فاش وصل لواحد الخلا وقف الطوموبيل وبجوج بهم هو كوشي رجعوا اللور عند كورتي وبداو كيضربوا فيها حتى ما خلاو فيها ما يصلح، حتى بردوا فيها الغدايد ديالهم مزيان. وفاش سالاو لواو ليها على عنقها واحد الدره وقشوها بها حتى ماتت. من بعد داروا جثة ديالها في الكفر ديال الطوموبيل ومشاو بديك الجثة للخدمه ديالهم عادي. الطوموبيل كانت واقفه غير تما والناس غاديين جايين حداها، وحتى شي واحد ما جاتو في البال ان تقدر تكون جثة في ديك الطوموبيل. المهم فاش سالاو الخدمه ديالهم داو عاوتاني الطوموبيل اللي فيها الجثة للخلا وقسموا ديك الجثة على ثلاثة ديال الاجزاء وكل جزء لحوه في قنت. من تما مشاو للافاج باش يغسلوا الطوموبيل ديالهم مزيان باش حتى في المستقبل الا قلبوها البوليس ما يلقاو فيها والو. وبكل وقاحه كانوا كيقلبوا مع العائله ديالها عليها، وكانوا كل مره كيمشيو لمركز الشرطه باش زعما يبينوا لهم باللي راهم مشطونين على الزميله ديالهم في العمل، وطبعوا حتى تصوروا اعلانات ديال الاختفاء ديالها وسقوهم في شحال من بلاصه ونشروهم حتى في الفيسبوك والتويتر باش يبعدوا على راسهم الشكوك والشبهات بمره. ولكن وبسبب ديك النقطه ديال الدم اللي بقات في الطوموبيل ديالهم واخا غسلوها تفرشوا وكلشي عرف الحقيقه ديالهم. كوشي وطام هانكار باقيين مشدودين في الحبس ولكن مازال ما حكموش عليهم، يعني مازال حتى المحاكمه ديالهم ما دارت، ولكن كيقولوا انهم غالبا غادي ياخذوا المؤبد. وبالنسبه لكورتي مازال لحد الان ما لقاوش الاجزاء ديال الجثه ديالها، واخا عائلتها والبوليس ما خلاو فين قلبوا عليها. كانت هذه القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. ما تنساوش تدعموني بزاف الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.